السلام عليكم. اليوم دراستنا فسلجة قلب الضغط. فسلجة القلب عادة تستعمل قلوب الضفادع أو السلاحف أو اللبائن، ولأن قلوب الضفادع والسلاحف أسهل استعمالا، وعندنا نقاط طبعا: أول شيء سهولة التعامل معها، ثانيا لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة، ولا تحتاج إلى تموين مستمر بالأكسجين والغذاء، وتستمر بالنبض لساعات عديدة بعد قطعها من الجسم، ولكن على شرط أن ترطب باستمرار بمحلول رينجر الخاص. لقد وجد بأن قلوب اللبائن تتبع تقريبا نفس القوانين، وكذلك اكتشفت أكثر الحقائق الفسيولوجية حول الخواص الميكانيكية والكهربائية للنبض القلبي وطبيعة تقلص العضلات القلبية في الضفدع وفي السلحفات. وجد بأن منشأ النبض في معظم قلوب الفقريات ومعظم اللافقريات هو من أصل عضلي، myogenic contraction، أي أن النبض ينشأ بدون الحاجة إلى تحفيز عصبي، بدليل استمرار النبض بعد قطع الأعصاب المتصلة به أو حتى بعد فصل القلب عن الجسم. بينما توجد قلوب بعض الحيوانات ذات تقلص عصبي neurogenic contraction، مثل قلوب اللافقريات كسرطان الملوك المعروف علميا بالليميورس، فإنها لا تنبض إلا عندما تحفز بواسطة الإعازات العصبية، وتتوقف هذه القلوب عن النبض عند قطع الأعصاب عنها. تقوم الأعصاب المتصلة بالقلب سواء في القلوب العصبية أو القلوب العضلية بتحوير سرعة وقوة النبض، وتدعى هذه بالسيطرة العصبية neural contraction. يعني عندنا قلوب ذات منشأ عصبي، يعني النبض في هذه القلوب ذات منشأ عصبي، وعندنا قلوب أخرى منشأ النبض عضلي. هذان النوعان من القلوب بشكل طبيعي ترتبط بهم أعصاب، لكنه القلوب ذات المنشأ العصبي هذه الأعصاب أولا تحفز على نشوء النبضة، ثانيا هذه الأعصاب تقوم بتحوير سرعة وقوة النبض. من جهة أخرى عندنا القلوب الثانية، النوع الثاني التي يكون منشأ النبضة فيها عضلي وليس عصبي، هذه القلوب أيضا ترتبط بها الأعصاب، لكن هنا الأعصاب لا تحفز على نشوء النبضة، وإنما هذه الأعصاب هنا تؤثر على سرعة وقوة النبض. فإذا الأعصاب المتصلة بالقلوب تؤثر على القلوب، ولكن يختلف التأثير ما بين القلوب ذات منشأ النبض عصبي عن القلوب ذات منشأ النبض عضلي. بالإضافة إلى السيطرة العصبية يوجد لدينا ما يسمى بالسيطرة الهرمونية، هرمونال كنترول. هذه السيطرة الهرمونية توجد بعض الهرمونات أيضا تؤثر على النبض في القلب، فمثلا يسبب النور أدرينالين المفرز من لب الغدة الأدرينالية زيادة بسرعة وقوة النبض، بينما يؤدي الأسيتيلين كولين إلى تخفيض في سرعة النبض. يعني توجد هرمونات تؤثر على سرعة النبض، بعض هذه الهرمونات يزيد من سرعة النبض، وبعض هذه الهرمونات يخفض من سرعة النبض. فالأدرينالين أكيد يزيد من سرعة النبضة، بينما عندنا الأسيتيلين كولين يخفض من سرعة. يوجد لدينا نوعين من الأعصاب مرتبطة بالقلب وتؤثر على عملية النبض. هؤلاء العصبين، أولا العصب التائه الفيغاس نيرف، وعندنا العصب العطوف العنقي اللي هو سيرفيكال سيمباثيتيك نيرف. هذول العصبين وظيفتهم متعاكسة، فإن لدينا العصب التائه يقوم بتخفيض سرعة النبض، يعني العصبين مرتبطة مع القلب، أحدهما يسرع نبض القلب والآخر يخفض نبض القلب. فالعصب التائه عادة يقوم بتخفيض سرعة النبض، يثبط من سرعة النبض. أما العصب العطوف العنقي بالعكس يشتغل، فإن له تأثير معاكس، أي إنه يزيد من سرعة النبض. فهذول العصبين المؤثرين على القلب أحدهما يثبط والآخر يسرع، يوجد ما يسمى بالانس أو توازن ما بين فعل هذين العصبين، أحدهما يخفض أحدهما يسرع.
السؤال الذي يطرح نفسه، إذا قطعنا فرضاً العصب التائه، ماذا تتوقعون أن يحدث للقلب؟ أو إذا بالعكس قطعنا العصب العطوف العنقي، أيضاً ماذا نتوقع أن يحدث للقلب؟ في مختبرنا هذا نأخذ تجربة بسيطة على تأثير درجة الحرارة على القلوب، تجربة خاضعة للمختبر، وإن شاء الله بالمستقبل نستطيع أن نقوم بها.